هاي القوانين مالتك الـ OI وهاي قانون السيف. اوكي سيف هذا موضوع البريك ايفن. تجي اذا اعطاك بالسؤال قيمه للـ OI تكتبها، ما اعطاك بالسؤال قيمه للـ OI شو تسوي؟ تعتبرها صفر. دائما قيمة الـ USB أكبر من قيمة الـ UVS بالسؤال، يعني خاف ما ميزت بين الـ USB والـ UVC، لا ما ميزت بيناتهم، الـ USB هي أكبر من الـ UVS، والـFC هي القيمة العالية حل، بمعنى، أوكي؟ احفظهن هيك، هاي واضحة هي شغلتها. هسا مطيك سؤال، إيش قايل لك؟ الـ USB هو 1200، وهاي 120 وهذا 2000، شو يريد؟ يريد منك السيف. السيف شنو قانونه؟ الكيو في اليو اس بي، اليو اس بي عندك 200، الكيو اش بي ما عندك. تجي منين نطلع من القانون مال او اي؟ شو هنطلع من الاو اي؟ شو يساوي لك؟ نحل قبل نكتب القانون لهذا القانون؟ لا 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 حل قبل قبل. الاو اي ما عندنا ايش قد؟ صفر. شو يساوي لك؟ اليو اس بي ايش قد؟ عندنا 200 دولار 200. في الكيو ما عندنا، كيو ناقص ناقصا 120. في منو؟ في ما عدنا في الكيو ليه ما عدنا ناقصا 2000. اوكي اوكي ايش راح يصير عندك؟ 200 كيو ناقصا 120 كيو، ايش قال يبقى عندك؟ 80 صفر 80 كيو ناقصا ايش قال؟ 2000. تروح ل2000 اللي ورا اليساوي ايش راح يصير؟ يلا 80 كيو. اوكي شو تساوي لك؟ ناقص 2000 تروح ورا يساوي شو تصير؟ زائد 2000. الكيو شو تساوي لك؟ 2000 على 80 على 80 ويساوي لك ايش قد؟ 25. هسه السيف ايش راح يساوي القانون مالته؟ اضرب هاي بهاي شو يساوي لك؟ ال 25 اللي هي الكيو في منه في اليو اس بي اللي هي ايش قد؟ 200 ايش راح يطلع لك؟ 5000. هذا الشيء سنده؟ بس هو؟